السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معايا فيديو جديد. ان شاء الله يا ربي تكونوا على خير وبخير، وانتم مهنيات ومرتاحات ومهنيين انت على حتى وليداتكم ورجالكم واخوتكم وحبابكم، كلكم ان شاء الله تكونوا مهنيين يا ربي. انا جيت حتى الليل اول مره غادي نبدا فيديو باللي دائما الصباح. الصراحه كيجيني فيديوهات زوينين الصباح، ولكن هذا النهار يتمشكيت عليكم. كانت عندي واحد الحاله نتاع الصخفه والله العظيم، ما درت حتى شي حاجه هذا النهار والله، حتى الفطور ما عرفتش داك الفطور كاع كيفاش فطروه الدراري، ولا كيفاش فطروا خالد. والله الا لا نهار كان ما عرفتش مغفره الذنوب. كنت حالتي راه دابا اللي صافي يمكن توقت شويه ولا شويه نسبيا تاع التوكاد، راه ماشي شي توكاد. دونك توجدت قلت غادي حيت ما درت لا غدا لا حتى شي حاجه، دونك خصني نصاوب الماكله، وخصني نصاوب شي حاجه اللي هي سهله اللي غادي تجي بنينه، ناكلها حتى انا براسي والدراري ياكلوها وراجلي ياكلها، تجيني بنينه وخفيفه. وقلت راه باش ما نقدرش عين ندير معكم فيديو، فانا كنت دايره واحد الفراش شعري كنبات بها بالليل، لدرجه ان من البارح بالليل وانا هكاك الصباح ما مشت شعري، ما درت حتى شي حاجه. يا السلام مشكت عليكم، شوف شعري كيولى مع الضفيره بزاف، كله تبوكله. ومني سميتو ومني ضفرتو درت له هكايا بالماء، داكشي علاش عطاه هاد البوكلي هكا كما كتشوفوا. فغادي ندير معكم واحد وصفات مغربيه بلديه على حقها وطريقها، ولكن كتجي ساهله ودغيا دغيا كطيب وكتجي بنينه. اهم حاجه حتى الخبز غادي نعجنو، الله اعلم فكرت انني حتى الخبز نعجنو حيت ما بقى ليا شيء. دونك غنبدا باول حاجه باش نقد الوقت ديالي من نصف يدي بحدايا، كيما انا ديجا غنطلعها ولكن نعاود نغسلوها قبل من كل شيء. غادي نرد الطويجن يطيب. واحد السيده كانت سولاتني قبل قالت لي واش الطاجين معليش مع البوطه واش راه مشعري ما كيطيحش ما تخافوش، واش مع البوطه معليش على اساس معليش مع البوطه نتاع الطو واش معليش. انا لا معليش، انا بالنسبه ليا كنديرو ما كيوقع حتى شي حاجه. دونك هنشعل على الطواجن هو الاولاني ونبداو بسم الله. ندير واحد الكوكليات كنت ديجا شرملتهم البارح على اساس غادي نوض الصباح نطيبهم، درت لهم واحد الشرميله غزاله من جوج كوكليات باش ما تيبقاش داك الشيء. هانتوما هما جوج كوكليات، انا كنفسخ لهم الجلده كملي كنغسلهم كنحيد لهم الجلده ديالهم. اصلا الدجاج ما كيعجبنيش جلدته، ممكن اللي كيعجبو بالحامض وكندير فيه العطريه كامله نتاع نصيب من الخرقوم. راه تبارك الله الخرقوم لا بزار سكينجبير، حتى مسمينه كنديرها له في التشرميله، الزعفران شعره اللي كان عندكم طبيعه الحال ما كانش تقدروا تستغنيو عليه، راه الخرقوم راه كافي. فكنشرملو الملحه والحامض وكلشي كنضرب له غسله هي الاولانيه، ومن بعد كنشرملو خليته بات ليله كامله. دابا راه بات 24 ساعه، هادشي راه من البارح. ايوا هادشي اللي كاين. دونك غنبداو كما قالوا بسم الله على بركه الله. نحيد هاد الحامضه عرفتي القاد غيجي بدا مزيناتو. بسم الله العشا هادي دابا كتأذن. بسم الله ديرهم فحال هكا، هاد الشويجات راه كيبان راني حاطه كل ديا هاد البوزيسيون واش مزيانه. حاولت انني نحط ريما كدير الدوفوار ديالها، هذاك الشيء علاش باش ما حطاتش هي تصورني. دونك هكايا الدجيجات غادي نحطهم بحال هكايا، غادي يديرو يتشحروا شي شويه. والله الا لا تالفانيت بصح بحال عمرني ما درت واحد البصيله مشلوطه بحال هكايا، بحال عمرني طيب درت حطيت الدجاج وكنت كنقول شنو غادي ندير، واش نخليه يتشحر؟ والله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله. غندير بحال هكا شويه غيكون من التحت وشويه عليه من الفوق بحال هكايا بصيله. تبارك الله الا جاتني واحد الكلفه بوحديتي لا حول ولا قوه الا بالله. واحد معلقه هكايا نتاع الربيع مقصص ولا مدقوق، انا كندقوق كنخليه ملي كنبغي كنلقاه تويمات. انا غنخضر غنخضر بالملوخيه، الملوخيه كنحماقوا عليها كاملين ولادي وانا وراجلي وكلشي تيحماق عليها،
وغالبا غالبا هما مصطفى غادي يجيو يتعشاو معانا كنظن. هادشي اللي قالت ليا غندوزو عندك بالليل، ولكن هي دازو غادي نحصرو ونتعشاو. دونك كيما قلت لكم الملوخيه تانو هكا تحمق على الملوخيه. الملوخيه نقول لكم واحد الطريقه باش ما كيبقاش فيها دوك الشويكات ديالها في الغسيل وداك الشيء، كتجي ساهله. انا ما عرفتش الضو يمكن باش عطير انا، المهم انا زنقت وجهي لانني كنصفر. الملوخيه كتحيدوا لها داك الطريبش ديالها ولا داك الشابو ديالها كما كتشوفوا معايا، وملي كتبغيو تغسلوها كتكبوا عليها فقط، كديروا عليها زعما كتشلوها وكديروا الماء عليها. راه هادشي درتو عرفتي، ما كتبقاش تطلق داك السيور ديالها، وكتجي بنينه 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 بنينه. هي تجربوا هالطريقه على حسابي، غتوليو تحمقوا على الملوخيه حتى اللي ما كيبغيهاش. كديروا لها واحد العرمه نتاع الملحه، عرمه زعما 8 معلقه كبيره بالملحه، وكديروا فيها السوداني. عرفتي بغينا والله العظيم تقوا بيا، كتجي بنينه بواحد الشكل اللي واعره بزاف، وفي نفس الوقت ما كيبقى فيها لا شوك لا حتى شي حاجه، كتولي فنه. وهذيك السوداني كتتمرها كتخليها صحيحه، واخا كطيب ما كتهراش. هذا هو. فكما شفتوا معايا غادي ندير هذا الربيع اللي قلت لكم، هذا كدا الطويل اللي كيتسمع الصوت نتاع الشحال. وهذه الملوخيه كتبغي نتوما تكون بزايد، يعني نتوما دقوقه ولا حب هكايا، راه كتجي فيها غزاله حتى نتوما كتواتيها بزاف. انا تنبغيو نتوما هكايا صحيح، هذاك الشيء علاش محيده لها داك القشيرات، ولكن كنرميها بحال هكا. كتجي في الطواجن بنينه، والطاجين صراحه تيبقى زوين وكيبقى ساهل حتى في الحطه، وما كنتو كتجي صحيه وبنينه. دابا غندير مطيشه اللي هي حتى هي منقيه، ونقطعها طريفه القعقي. الله اللي شد عليا الكلفه، لا اله الا الله، حيت كنت سخانه وحيت ما واكلاش. شكرا بزاف 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 على النصائح اللي عطيتوني، الله يكثر خيركم وحق الله العظيم. الا شكرا لكم بزاف على الطيبوبه القلب ديالكم وعلى ديك المحنه اللي كتعطيوني، راه غير العطريه كافيه لي هنايا بلا ما نزيد العطريه. في لي كومونتير ديالكم اليوم في الفيديو كنت حطيته وقبلت وانا جالسه، مازال ما جاوبتش شي حد، ولكن غنجاوب كلشي ان شاء الله. بزاف نصائح اللي عطيتوني بخصوص بوم زوي ولا القولون العصبي ولا لا كومسيون، الله يحفظكم ليا. درت شويه زيت البلديه ولا زيت العود، صافي غنخليه شويه تشحر. حطو غادي تشحر، غادي نرمي فيه هذا، ما بغيتش هذه المريقه اللي كنت مرقده فيها داك الكوكليات، هما باش غنمرق كافيا للتمرق. وهاد الطويجن راه شاركتو معكم البارح في الفيديو، هو ملي جبتو درتو معدنوس داكشي وخليتو شرب داك الماء، ومن بعد دهنتو بالزويته وخليته. صافي غنخليه دابا هكا يتشحر قبل حتى شويه، وعاد ندير هاد الملوخيه. دابا غادي نشارك معكم طريقه اخرى، وانا في نفس الوقت كنهضر معكم. كما غتشوفوا معايا غندير واحد الشلاضه ولا واحد الاكله زوينه بزاف، كنحماق عليها الدراري، واللي ما كيعرفهاش عارفه كيجربها حيت واعره بزاف. الشيفرون مشرمل ومقلي كيجي غزال. هاد لاصوص اللي غادي نشرمل بها كتجي رائعه وزوينه بزاف. فغادي ندير شموله، انا شموله كنديرها بداك الهاشوار، تقدروا ديروها في المهراز حتى المهراز، انا كتحمقني شرمولتو، ولكن حتى الهاشوار شوفوا معايا، شوفوا التعليكه نتاع الشرموله. شموله هي القزبر كثير معدن شويه، والثومه حتى هي كثيره شويه نتاع التحميره. انا التحميره بالنسبه ليا كناخذ الفلفله من عند العطار وكنطحنها تمايا، كاين كيمسحها لي قدامي، ما كناخذ شي الشاونيه ولا الفلفله حمراء، ما كناخذهاش هكا كمطحونه، كيطحنها لي لان كتجي في المذاق غزاله، وما كتطلقش ديك المروره نتاع اللي كنشريوها بالعبار. زعما هذه نصيحه خدوها زعما مني، بقاو طحنوها على يديكم تشوفوها، ولا جيبوها للدار وطحنوها في العشوار، كتطحن وكتلين وكتجي غزاله وكتعطي اللون وكتجي بنينه في نفس الوقت. شيلنا الجهات عليها راه دغيا بدات تقلى ليا الطوجين ديالي. صافي كما قلت لكم كنديروا التحميره اللي هي الشاونيه، كنديروا الكمون، وكنديروا انا كندير المزاود. الا ما كانش عندك المزاود راه غادي ديروا السوداني، كندير مزيودات
شويه نتاع الملحه وكنطحنها كتجي غزاله وكتبقى عندي اي حاجه ما كنعكسش على الشرميله الحاجه اللي فيها الشرموله. طبعا الحال ما عنديش هذا الشيء كامل، ولكن غندير واحد ثمن معلقه ونص هكايا نتاع الشرموله، وغادي ندير عندي الحامض هذا الشيفرول. ها هو راني ديجا سلقته وتسقطه الطريقه باش حامضه كنخاصني ندير عليها الطريقه باش نتاع السليق اللي كنحيد له داك الراس ديالو وداك الشيء كنجي نسلقوه كنديروا له الملحه بزايد وكنديروا له الخل واحد تقريبا واحد جوج معالق كبارين تاع الخل، لانه هو سبحان الله فاش كيكون كيتسلق في الدار كيطلق واحد الريحه الزفوريه، داك الخل ما تخليكش تعرف تشمي ديك الريحه تاع الزفوريه. الحامض عاد بدا كيخرج قاصح، ولكن الحمد لله اللي بدا كيخرج لانه كان ولا غالي غلا، دابا راه صافا مزيان الثمن. كما قلت لكم كندير فيه الخل واحد جوج معلقات كبار ديال الخل والملحه، وكنشد حامضه كنقطعها حتى هي دور وكندير وتسلق هكا ديجا هي مسلوق وبنين جات زاديه في الحامض. بسم الله هادشي كيخرج لنا عندنا العيالات حنا في الماكله، حنا كناكلو حنا كنطيبو وحنا كنلقمو. هاتي بنين بالحامض، داك الحامض والملحه بنين به. صفت حويمضه بحال هكا، عصرو تا جوج، معرفتش يدي ضراتني باش نعصر جوج الصراحه، ما عنديش نصبر واخا يدي ضراتني هكا. قلت لكم نرجع للموضوع ديالي اللي كنشكركم على التفاعل ديالكم في لي كومونتير وعلى النصائح ديالكم، وبزاف التأسيدات اللي صراحه ظنوا فيا بانني درت العنوان. انا قلت غلبني الحمل، ما قلتش الحمل هي الحماله، والله ما قصدتها والله ما قصدتها نهائيا. ما كيكونش عندي كاع بعدا يمكن فكره انني زعما باش نتيلي لاطونسيون ولا شي. بزاف نتاع الناس اللي خداوها بالضحك وقالوا لي راه ما قريناها بالغلط وصافي، جاتني غلبني الحمل ما درتش ما وانا قاصه فوسط الحمام وباش دايره هكا زعما مشاركه ما يمكنش غادي نكون كراني تاع انا درت ديك ها ولا شي. لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم هذا هو التعليق اللي كنت لقيت، واخا كنت ما بقاش نجاوب على التعليق السلبيه، ولكن كانوا الناس اللي قالوها ما كانوش كانوا بعض الناس ماشي سلبيين الصراحه، داكشي علاش كنت نقول لكم سمحوا. ولكن انا راه ما قصدتش، انا راني نحمل من الحمل حيت عييت صح عييت والله الا عييت، ديك كنبقاو كنعطي راسنا كامل كنعطيو اكثر من الجهد ديالنا، خاصنا نديرو كلشي وخاصنا نفهمو في كلشي، وهادشي راه ما مزيانش والله ما مزيان. صافي كنزيد هاد الحامض وكنزيد الخل حتى هو كبارين وصافي، ونخلطو ونشرمل فيه هاد الشيفرول ونخليه يرقد في ديك الشرميله، عاد ندوز معاكم الطريقه تاع لاصوص اللي غنقلي بها. شتي ها هو هذا بدا يتشحن الكوكليات ديالنا، غادي يتشحروا ليا غنزيدهم ديك الملوخيه لان حتى لي كوكلي كيطيب دغيا، ونقص عليه العافيه باش نكمل شغلي غيجيني كلشي قد انا ما جيت نسالي الفيديو ان شاء الله كلشي طاب انا معاكم. ايوا هي هذيك، دونك غادي ندير دابا هاد الشرميله ها نتوما شوفوا معايا هكايا. بغيت نقلب غنشرمل هاد الشيفرول، نحاول انني ندخل فيه هاد الشرميله. عرفتي ما نقول لكم شحال كتجي غزاله، كيجي هاد الشيفرول غزال. هذا كانت كديرو لنا الوالده الله يرحمها وينعمها عليها، عطينا نهار كبير عندنا فاش كنا كناكلوه زوين كيجي بنين، وكنديرو الدراري كيحماقو عليه، اختي وفاء حتى هي كتصاوبو كنمشيو حتى لعندها باش ناكلو الشيفرول المشرمل، الا قالت لنا راه دايره ولا معقوده كنمشيو حتى لعندها، لانه بصح بنين وكيجي غزال وكيتكرا شحال ما درتي كياكلو لك الدراري كيخليو لك شفر راس. فباش ما نسيتش ما يجيش الفيديو طويل بزاف غنشرمل هذا الشيفرول ونجي عاوتاني نكمل معاه. صافي كما كتشوفوا معايا نرجع ها هو الشيفرول ديالي شرملته وخليته هكايا هنايا
شويه يشرب حيت درت له تشرميله واعره. غايشربها دابا الطويشين ديالي شحال. يلاه راه ما تعطلتش، يلاه كملت هذاك التشرميله ورجعت. يلاه انتما كما كتشوفوا معايا طويشني تشحر مباشره، غادي ندير عليه ديك الملوخيه. كما عارفين الملوخيه دغيا دغيا كطيب، حتى الكوكليات دغيا كيطيبوا، غادي يجوني معاهم نيشان. انا ما لقيتش فاش جينا نشريو الملوخيه، ما لقيتش ديك الملوخيه صغيره، فما عليش حتى هذه ما كانتش شارفه، كانت طريه الصراحه. شارفه هي هي باش ما يقول لي شي، راه كنعيش الشراف، ما كنعيش. الله يكبرنا كامل على طقينا. حنايا كنقولوا هكا يا الخضره اللي كتكون كبيره كنقول لها شارفه، صافي. زعما عندنا شي، حنا في مكناس عندنا شي هضور بوحديتنا، زعما كنصغروا الحاجه ونكبروا الحاجه، صافي. كما قلت لكم هذا راه الماء اللي فيه الملحه والسوداني. كاين اللي ما كيبغيش الملوخيه، كاين اللي ما كيعجبوش، وكاين اللي كيحماق عليها. هنايا الصراحه كتعجبنا ولادي كتعجبهم، تيقولوا الله اعلم، تيقولوا صحراوه ما عزيزش عليهم الملوخيه، ولكن ولادي انا صحراوه عزيزه عليهم كيبغيوها. صافي هذا الشيء اللي كاين. دابا غادي نزيد داك البلو اللي كان مشط ليا، من البلو اللي كان بقى ليا على الكوكليات اللي مشرملين، هما اللي غادي نمرق بهم، وفي نفس الوقت غادي ندورهم على هاد الملوخيه. غينسمو ليا الملوخيه ديالي وان شاء الله شاركت معكم هاد الطواجن. اللي هو ساهل الصراحه، ماشي شي حاجه قد يوجهكم، ولكن المهم هي باش نبان وباش ما نغترش عليكم. وسهل والله الا سهل هاد العشيه، وانا كنشوفها انا سهله وغادي تكلى. اهم حاجه هي الماكله. دونك غادي نخلي هذا الشيفرول ها هو كيما شفتوا معايا بالكم. غادي ندير الفنجان دابا قبل من هذا الشيء كامل، غادي نعجن العجينه هكايا. نعجن هي شويه باش ندير، انا كنبغي الصراحه خبيز ليكم سخيخن قصيعه صغيره راني حتى هي قبل من هذا الشيء. غندير شويه الماء سخن ويدفى ليا باش ندوز العجينه. كما كنت كنقول لكم الصراحه راه هذا الشيء اللي كنت كنشكي عليكم، كنقول لكم عييت بالتماره والحمل اللي انا راني هزاه. واحد يقدر يحس بيا وواحد ما يقدرش يحس بيا، هذا هو كان مبتغى من الكلام اللي قلت ولا اللي كنت هضرت. صافي على العنوان، نرجع للعنوان. شوفوا معايا هادو نشاركهم معكم، كندير فيهم الطحين، دايره فيهم مازال ما كملتش بزاف، ولكن المهم هادو كيديروا 70 درهم. شوفوا قداش عاتي تهز 5 كيلو نتا الطحين ولا السميده، تبارك الله. زعما كيهز واحد الحاجه، غتشوفوا معايا الزرع، واحد الحاجه نشوف واش الزرع ولا السميده. انا اللي جبت السميده عطانا الله. كندير ورق سيدنا موسى كما كتشوف، واحد الجريقات نتاع سيدنا موسى، ما كيوقع الطحين حتى حاجه غير البروده وصافي. هانت الله صافي. دابا غنعجن باش تخمر لي العجينه دغيا دغيا. درت الخميره البلديه، ها هي عندي الخميره ماما اللي ما بانتش هكا، ما عرفتش كيفاش ندير. دايره الخميره البلديه على اساس انني ملي نبغي نعجن كنلقاها واجده، وكتخمر لي الخبز دغيا، وكيجي الخبز في نفس الوقت كيجي بنين. عرفتي باش نهز ليلى هذا نقدر باش نهز الطحين. ناري بحق الله العظيم راني ضايخة مشاركة معاكم الطبخة ديالي. هذا أمين مهديش، بغيت نشري ديك البعلة ما عنديش هاد الزيت هاد. نجاوب على واحد السيدة كانت قالت ليا بغات الثلاجة، تعرف هادي ماشي أون كاستخي، هادي راه هكايا كيتباعو هكايا، وكتختاري من اللي يعجبك هادي. وماشي راهم جوج ثلاجات تما، ماشي وحده، هي مجموعين، هي انا جمعتهم. المهم درت العبارات نتاع الثلاجه، كنت مشيت خديت العبارات قبل نتاع الثلاجه
ودرت عبارات اللي خاصاني نتاكد انا نسيت الماء تاع البرد وغلاقان والثمن ديالها راه ما ذكرتش الاثمنه سمحوا لي نتاع بزاف نتاع الحاجات هنايا غنبقى كل مره نتفكر حاجه ونجاوبكم عليها. بالنسبه للثلاجه خديت جوج ثلاجات كل وحده ب 130 الف ريال يعني بجوجهم ب 1,600,000 الف ريال جوج ثلاجات والوجوها كتختاري الوجه اللي بغيتي انت من طبيعه الحال نتاع الثلاجه. هادو الكبارين نوريكم حتى هاد المنظمات الصغار شوفوا معايا هادو الصغار هادو كيهزوا 2 كيلو سوا الروز ولا لي بات ولا مثلا هكايا 2 كيلو كيهزوا هادو ب 50 درهم كيلاقوا بزاف نتاع الحوايج حتى الحلوه الكاطو وداك الشيء مزيان. انا مازال مستعمله غير هذا الشيء دابا ومازال كنضخ الدجاج مازال كنضخ فيهم بعدا فورسو الزرق انا راه ما عنديش الغربال راه ديك الهبه الصفايه هادشي ديك النهار هي تبقات شي وحده كتسيري شي الكاش هذيك اش هذا المهم هذيك الكوزينه علاش ما ديري لها شي تيرموميكس علاش ما ديري شي كتنقول لك لا تيرموميكس ولا نقول بزاف لي قول لي راه زعما يسهل لي تلعينا ويسهل لي الشغل اه بصح هي مازال شويه مازال شي حوايج اللي عندي عندي اولى انني نسبقهم مازال الماعن ومازال كنشري المعنات اللي زعما اللي باغا داكشي اللي باش كنقدر راني كنقضى به دابا ولكن مازال محتاجه بزاف نتاع الحوايج اللي زوينين بغيتهم ما كنتش كنشري انا قبل ما كنتش كنشري المعن كنت كنقول حتى نكون في داري ان شاء الله وديك الساعات نشري ومع الوقت مزيان نكون بناخذ حاجه ونكون بناخذ شي حاجه اللي عجباني انا بغيت ندير داكشي اللي بغيت انا بذوقي دونك ما يمكنش نمشي نشري في دقه واحده كل مره كنخطف حويجه كل مره كنشري حويجه يا صافي انا غربلت طحين العجين راه ساهله غادي نعجن ونرجع لكم يا خبيزي هم درت حتى الخبيزات صغيورين قاديتنا تبارك الله العشاء ان شاء الله صافي درت الخبيز ملي كرصتو كما شفتوا معايا حطيته في الفران وخليته يخمر تمايا كاين دابا غادي الطاجين راه غادي في الطياب انا نقاصت عليه العافيه مديله باش يجينا بنين وداك الشيء دابا كنقي الدنجال كما كتشوفوا انا كنحيد له بحال اللي كتقولوا واحد 70% ديال القشره كاين اللي ما كيبغيش القشره يقدر يحيدها انا كتعجبني ديك القشره فانا ما نقيتوش كامل الصراحه غير ربعه الدنجالات غيكفيونا زعما هادشي اللي بغيت وتيقوا بيا هاد الدنجال كيجي غزال خاصكم تجربوا خاصكم تجربوا نقطعوا هكا دوائر قيل اشرف جا كنسمع الصوت نتاع الطوموبيل اشرف شتو كنديرو هكا دوائر كيجي رائع رائع هاد الدنجال ديجا واحد المره كنت شاركتو معاكم نيت في القناه وبزاف نتاع السيدات اللي جربوه وقالوا لي جا واعر وهذا الشيء كاع اللي شتي هاد الشفره بهاد الدنجال وهاد الطوج اللي درت معاكم هاد النهاريات والله الا زوينين وساهلين كيجيو بنان كيتكالو راه انا كما كت زعما ما كنحملش ديك الماكله اللي كتبقى هي كضيع ما كنحملش مرمي والماكله والله الا هادشي اللي كاين كنسمع نحس ولكن غالبا اشرف اما اشرف اما خالد تجاوبني حتى واحد باش يعجبوك هذا خصني اشرف كل اللي كيجاوبنيش السلام عليكم السلام اهلا كنعيط لك ما كتجاوبنيش ما عرفتش واش انت داك الرضا خاصني نقرب معاه بخير لا بس انا مزيان مزيان اش هاد الصراحه صافي اليوم نطيب لكم شي حتى الغدا نطيب لكم شي عاوتاني حتى العشاء اه خويا خليت ندير شي حاجه خفيفه صافي ما ايوا شنو هاد الخفيف حتى هادشي راه خفيف اه بزاف هادشي صافي سلام واش جيتو بجوج شتي جوج خالد سيلونسيو جبتي الخبز ها جبت انا الخبز لا انت جبتي الخبز لا درت قبيله مازال ولا لا لا بقات وقيله شي خبيزه ونص ما غتقدش العشاء راه خبزه ونص راه كافيه شكرا الله يحفظك عرفتي شنو هذا عصير قصب السكر باش سمعني عيانه عرفني عزيز عليا كنمشي حتى لهديم باش ناخذو شكرا وقل عفوا فرح الوالدين
صراحة زوين هذا العصا، ديروا اشرب كل جودي كرضا. صافي هادشي اللي كاين، ها نقطع هاد الفنجان هكا ونشرجو. اشرف اجي سلم على الناس، راه كيسولوا عليك دائما دائما كيسولوا عليك، سلم على المتتبعين ديالك، راه عندك حتى انت متتبعين ياك؟ كت ويعلم عليكش متتبعين، شحال تاع الكليان جاوك هي من الناس اللي متبعيني انا نكرتي. راه هما اصلا هذوك هما الكليان اللي عندك. هذوك هما الكليان اللي عندك ومن عندي. من عندي. تيكون من طرف سناء ولا من طرف نواه؟ من طرف سناء من طرف ماما. لا تيقول لي هما تيقولوا من طرف سناء ماشي من طرف ماما. واحد السيده قبل كنت خارج هكا غادي بغيت وندوز بحداها. بحال كانت واحد طرف من بلاصتها كنت غندوز انا ملي كانت غتقطع. قالت لي واش دابا واش ندوز انا ولا ندوز انت؟ كي ندوز يا خالتي؟ وتقول لي وتقول لي ولا درتي هكا يلاه بغات تزيد تشوف فيك، قالت لي وسال انت يا خالتي. كما هذا الدري صاحبي ذاك شتي حبس كنقول مالو ورا كيشرب. قلت له شنو سالا انت؟ قلت له اه. قلت له سلمي على امك بزاف، سلمي على اختها، سلمي على هذه. قلت له وقف وقف الخوين. كيف بالكم اشرف صغير؟ شوف اشرف راه بزاف كاين اللي عاد بدا عاد شاف لاشين، كاين اللي عاد ما كيعرفش اشرف شنو كيدير. اشرف خلي يدخل الزربة حتى السخيرة وعمتي حتى السخيرة اللي عاد دخل خرج نيشان من الجبدة يسقيها. المهم كنسمع الشاشة اللي تسمعوا هاد الصداح، اجي حدايا اجي باش نقول اشرف شنو كيدير. فاللي عاد التحق بالقناة وما كيعرفش اشرف شنو كيدير، بزاف اللي كيسولوني اصلا اشرف مور الباك شنو دار. اشرف زعما اللي ما كيعرفش اشرف تبارك الله عنده واحد الموهبه اللي رائعه في عالم الانترنت، اللي بزاف نتاع الحوايج كيفهم فيهم وكيفيد واحد اخر فيهم، وحتى حنايا الصراحه زعما اللي كنبغي نرضي عليه كيفيدنا. فهو اشرف مور الباك كان دار هو دابا الثاني السنه الثانيه في الجامعه، وفي نفس الوقت دار ايكول اخرى اللي هو كيقرا واحد الحاجه اللي نخليوها مفاجاه زعما كاين ان شاء الله من بعد، والحوايج الاخرين اللي يمكن حد اخر ما كيعرفهمش، ولكن راه بزاف نتاع المتتبعات اللي عارفين اشرف شنو كيدير. غنخلي اشرف هو اللي يشرح بزاف اكثر مني انا، على انا لا شرحت ما غنحبش شي حتى بعد غدا وانا كنشرح على ولدي. اجي حبيبه هنايا اجي باش تشرح. اجي الله يهديك اش تحشم، ابقى تحيدوا له الحشمه، بقاو هضروا خليوا لي كومونتير لاشرف باش يحيد هذه الحشمه. ناري عرفتي دار بحال ايكوسان ديك الحشمه. يلاه سير المهم زعما كان نقول لكم بعدايا كاين الناس اللي مهتمه العملات، انا غادي نقول تداول العملات باش بزاف تمن ماشي باش حيت كاين واحد الانواع باش نشرح لك، كاين ثلاثه اللي يشرح ليهم هم، انا كنقيل اشرف يشرح لي، انا كنقيل اشرح باش ما يفهموا حتى هما يفهموا حتى اللي باغي زعما كيعرف على هذا الشيء زعما يعرف. كاين ثلاثه الانواع، كاين التداول بالعملات الرقميه باش البيتكوين داك التخربيق. اجي هنا انا مزاولة وما تشوفش كاع في الكاميرا. هذا الولد الوحيد اللي عندي ما كيبغيش يشوف في الكاميرا. كاين ثلاثه الانواع، كاين داك تاع التداول داك تاع البيتكوين داك التخربيق، المهم كيتسمى العملات الرقميه. والله عرفتي اش غندير؟ غادي نحط الكاميرا ونحبس ونشرح اشرف هذا الشيء في خاطره باش فهموا حسن. ما هكا انا كنقدر الشغل وهذا، انا ما غاديش نعطي حتى وقت ليكم، انا بغيت تستافدوا حتى من اشرف، الناس اللي باغيين هذا الشيء يفهموا من اشرف اكثر. دابا هكا غنجلسوا كما قالوا بعقلنا. انا عرفتي من قبل انا كنت بقيت التليفونات ما سالا ليش التليفونات. عرفتي شنو القميشه؟ هي الكلبه ما ماتش ولا هي تكون نيت كلبه بصح. لا راه الكلبه انا كنت لا ماشي خدمه انا هذه الكلبه بصراحه ما عجبانيش لا اله الا الله. المهم باش نعطيو اشرف نيت حتى هو بصح حقه باش يشرح حتى الناس اللي مهتمه بهذا التداول العملات، ولات معروفه بزاف، ولاو الناس بزاف اللي كيخدامين منها وعندهم واحد المصدر نتاع الرزق اللي زعما كاين صراحه اللي كيعرف يخدم فيه كيمشي بعيد. حيت اش دابا زعما يمكن انا ملي مشيت زعما يمكن ملي كنت كنخدم راسي كنت كنلقى درت واحد الميثود باش نقدر انني نجبد دوك درت واحد الميثود باش نبقى نجبد دوك لي سينيال الصحاحين اللي كيدخلوا بروفيت مزيان، راه من شهر 12 تقريبا وانا خدام بهذا الميثود. اجي حدا اخوك اسمح لي يا ولدي. قلت لك من شهر 12 وانا خدام بدوك لي ميثود راه خدامين مزيان، يعني من ديك الساعه
تقريبا 90 كذا و 90% ديال نسبه الربح ديالو، كذا و 90 كذا 80%. المهم نقول مثلا من بين 10 ديال التريد ولا هذه كتخرج وحده ولا جوج الماكسيموم اللي خا اللي خ... اللي خساره واللي بقى ربح. واللي بقى ربح زيد المقصد كانت خاصو مرقه قوتي هذه بين 10 كتخرج وحده ولا جوج اللي بها ربح. ومنين دخلت انا في الاول قبل من هذا الشيء ملي قبل ما نقلب ميثود كنت زعما كنبغي نشوف الطريقه السهله اللي هي نشوف لي غروب اللي كيديروا لي سينيال كيعطيك شنو دير وكديرها وصافي انت كتدخل لك ربح. هذا هو بيت القاسم، هذا الشيء هو اللي اشرف راه خدام عليه وخدام مع ناس اللي كيتيقوا في اشرف. وهذا الشيء علاش انا قلت راه ما تعرف شي حد يستافد ولا يكون كيقلب على الناس اللي بحال هكا. هذا الشيء هذا هو اللي دابا كيدير اشرف، هو اللي كيشرح لكم دابا. راه انا منين دخلت كنقلب زعما كيف لي غروب وهذا كنت بعدا باش ندخل شي غروب واحد الاثمنه خياليه واش يقول لك 5000 درهم 4000 درهم واحد المره واحد نعطيك معاها كوخ 7000 درهم واحد اللي باش كيوريك بان كيفاش دير كيعطيك كورس ماشي يشرح لكش هو كيعطيك كورس كتشد داك الكورس انت كتقراه وكيقول لك غادخلك الجروب وتبغي تخلصها كل شهر. وكاين اللي كيدير معاك واحد القضيه كتعطيه فلوس وكيبقى يضملها لك راه تعرف هذه القضيه راه واحد كاع نصب عليها بطلة في 10 المليار بها زعما كاين بزاف حتى هي نصابه هذا ما تلقى ما كيعرف والو كيبقى يحط لهم ربحتيها خسرتيها انت وزهرك. اشرف راه فيديو خصو بهذا الشيء باش يشرح لكم راه داك الشيء. ولكن زعما كيخلص انا اللي بغيت نقول اسمح لي اولدي عافاك نسولك بحال دابا مثلا انا ما عمرني درت هذا تداول العملات وبغيت انني نزيد من المدخول ديالي ولا نكتشف راه داك الشيء اللي عنده مثلا واحد شويه ديال الفلوس مثلا واحد 1000 درهم ولا هذه راه مزيانه بمخيره كاع باش تبدا. راه قلت انا بشحال كنت بديت ماشي زعما يمشي مونطون اللي كبير جات عندك قلت لك عطيني وصافي راه ماشي مونطون اللي كبير هذه صافي كتبدا من شويه بشويه مازال ريم المرقه كتبدا من شويه بشويه تقدر واخا تبقى في الاول دير داك الشيء سيف ما تخسرش فلوسك كامله دير داك الشيء شويه بشويه شويه بشويه تصور واحد 50 60 درهم في النهار يكبر لك راس المال ديالك عاد تولي كتصور واحد 100 200 درهم تولي بحال دابا دوك الفلوس اللي كتصور تخرج بهم. انا بالنسبه ليا زعما كاين خالد بزملة فانا بالنسبه ليا انا شحال من مره حيت كنشوف اشرف تبارك الله مزيان غادي خدام وداك الشيء هادشي في الاول يمكن هادي عام الزايد ياك تقريبا هادشي فاش كان اشرف مسافر وكنت كنبقى نقول له ولدي مش شهر 12 ديال العام اللي فات مش شهر 11 مش شهر 12 شهر 12 فين بديت هذا الماتو لا لا كنت ديك في الصيف كنت في الصيف ديال داك العام كان كيبان لي هذا الشيء هذا كنت ديك الساعه كنشوف اي كوميرس هذا الشيء ديال التريدين. المهم كنت كل مره كنشوف شي حاجه ولكن فين زعما كان بصح بديت في شهر 10 وفين هذيك فين كنت زعما كناخذ سينيال من هنا كنقلب بدا كيصور الفلوس وبدا كيستافد من هذه الفلوس خسارة تربح خسارة تربح ولا صعبه يا نعاد وراه بصح ولا صعبه راه ماشي راه كما قلت لك قبيله كاين ثلاثه الانواع كاين داك العملات الرقميه كاين اللي كيدير التداول ديال الاسهم ديال الشركات البترول الفحم داك التخربيق وكاين اللي كيدير التداول ديال العملات الفرق بين العملات خاصني نضل نشوف الماكلة. المهم على اي باش ما نزيدش نطول عليكم انا اكثر واكثر اشرف بزاف نتاع الحوايج كيديرهم ان كيقدر يصاوب لي سيت نتاع البيع والشراء الناس اللي كيبغيو انهم يكبروا من المشروع ديالو. راكم عارفين دابا كلشي ولا خدام بالانترنيت الناس اللي كيبغيو كلشي كيصاوب اللوغو اختي كتعاوني اللوغويات نتاع الشركات ولا نتاع الناس حتى اللي كيبغيو يخدموا بلوغو بروفيسيونيل وكيكبر لي باج. المهم بزاف نتاع الحوايج اللي اشرف تبارك الله عليه فيها ومنهم اللي الحوايج اللي انا كنشوف تبارك الله هاد اليامات خدام بها مزيان هي انه كيعطي سميت قلتي لها هاد كتعطي باش كيخدموا التداول العملات لي سينيال هاد لي سينيال هو معنيتها انه كتعطي راه فوقاش تقدر تشري فوقاش تقدر تشري فوقاش كتبيع فوقاش هذا. المهم انا شويه ريما راه عيات معاك كتقول له علمني باش نبدا ولكن ما بغيناش نخليوها تدخل لهاد المعمعه وما تدقش الفلوس بلاتي عليها تقرا ومن بعد شكي كدير فيها ياكو دابا راه مشفينها عليها هاد الباك مشفين عليها مسكينه الفلوس حتى ان شاء الله تشد الباك ديالها وهذا ومن بعد حتى لا جات شي حاجه زايده الحمد لله عليها. بالنسبه لهذا الشيء الناس اللي باغا تستافد من هاد الطريقه نتاع ولا من هاد الخدمه نتاع تداول العملات
غنخلي لكم النمره نتاع الواتساب نتاع اشرف، تخلي تاع انستغرام. اه تاع انستغرام خلي، المهم فين مبغاز ما فين مرتاح حوايج ضروره انا اللي كنجاوب. مرحبا بكم كاملين، غنخلي لكم نمره الواتساب نتاع اشرف، راه غادي تلاحظوا بانها نمره نتاع اسبانيا، ما عليكم تدخلوها للواتساب ديالها خدامه حيت ما فيهاش شي مكالمات. عنده واتساب، ملي مشى لاسبانيا كنخلي النمره نتاع الواتساب ديالو، فيها هي اللي خدامه ومرتي التليفون مخليها بروفيسيونيل الخدمه. وفي نفس الوقت الناس اللي باغيين يكبروا لي باج، اللي بغات تصاوب شي سيت لي هذا، فراه تقدر تقول الثمن ولا حتى عيطوا لك. بالنسبه لاش؟ بالنسبه لكل شيء اللي مهتم. بالنسبه للسيت ويب العاديين تما اللي كيبغي مثلا يدير بلوغ ولا شي حاجه تنقدم 800 درهم راه. وبالنسبه للسيت ديال لي شوب اللي باغي يبيع ويشري فيهم، يدخل في المشري يبقى هو اجوتي داك الشيء ديالو. عطيه نقول لكم واحد القضيه ما يخلعكم، شرخه عند اشرف. اشرف مرخص. انا براسي كنقول لك علاش ولدي كدير، بصح كيدير داك الشيء بحب، كيديرو بحب. كيعجبني من هيك صغار وكيعجبنا، ماشي راه انا وجوج دراري صحابي كنديرو غير على غادي نطول هذا الشيء. عنده تبارك الله حتى صحابو ما شاء الله عليهم الله يحفظهم الوالديه، وكيتعاونوا في هذا الشيء وكيخدموا هما جروب بعضياتهم. المهم واخا ما غاديش يكونوا كنقولوا حاليا انهم دايرين شي حوايج كبارين، ولكن هازين راسهم وهازين واحد المسؤوليه ومعتمدين على راسهم. وانا فخوره 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 بولدي وبهاد الوليدات، والله يجعلكم تفتخروا بوليداتكم يا ربي. فالنمره اللي غادي تلقاوها هنايا، مرحبا بكم عند اشرف، راه غيدير ثمن مزيان. وفي نفس الوقت راكم كتعرفوا زعما كنا راه كنضمنوه البراني حرك لا ولدي، انا نضمنه بقلبي وكل شيء نضمنه. انا علاش اصلا بغيت ندير هذا الشيء؟ ماشي زعما كان الهدف الواحد، كنت باغي نديرو في الاول على هذا الشيء. كمل اشرف عفاك يضحك ليا. ما صار اصلا احسن من راه ماشي زعما كاين راه واحد الخدمه باش تلوح على سينيال البنادم، وهذا راه ماشي كان يمكن لي زعما يكون داكشي ما درنا فيه لا مجهود لا والو، بالعكس راه نحطو كلشي فابور. اصلا درت الثمن مزيان، راه 700 درهم درت الشهر كامل في شحال 4 د التريد كل نهار، النسبه ديال الربح ديالهم 90%. راه ماشي زعما كاين شي حاجه كنحط شي حاجه، الا كانت راه غتخدم غتخدم مزيان. راه خسرنا اللي كتكون اصلا قليله، راه كنا كنخسروا واحد المونطون لي صغير مقارنه بداكشي اللي كنربحوه. يعني الا كان عندكم واحد راس المال 500 درهم ولا 1000 درهم ولا هذه، دخلوا به. بغيتو نعاونكم في شي حاجه، راه كنديروا دي زابيل بريفي في حلقه كنشرحوا للناس كيفاش يبداو من الاول، كيفاش يتعلموا باش ديك الساعه يبداو من يعاونوا راسهم شويه بشويه. يعني راسهم ووالديهم صراحه راه شي حاجه. العوين زوين، العوين كما كنقولوا مع النصارى ولا الكلاس خساره. انا اللي ضحكني في هذا الشيء واري ما جات قالك زعما غادي تعاونوا، جات قصات ودارت كاع العيد. يلا معايا نوريكم الطريقه نتاع باش الشرميله نتاع الدجاج باش نقليو. هنايا دابا عندي واحد جوج بيضات، غادي ندير معاهم حتى هما واحد الحلقه صغيره هكايا نتاع الشرموله. شحال بنينه عرفتي قبل تريما درتها مع الخبز والحامض، درتها مع زويته بلديه والحامض ملحه شنو حبيبي ومليحه. اشرف راه هاي التليفون مسكين ما كيحبش شي من الهضره الله يعاونك. وغندير واحد شويه تاع الخل، واحد جوج نقيطه د الخل شنو حبيبه كيضر معايا. شي نهار غادي ندير جوله في بيتك غتشوفوا اشرف عنده بحال الاذاعه في بيته، بيسي هنا وبيسي هنايا وتلافز الخدمه داير هنا وهنا مقابل مقابل الخدمه نتاع الناس وخدمته مسكين الله يعاونو. والقرايه اللي غيقول لي اشرف خليه يقرا، راه اشرف تا يقرا نخليه يقرا ما شاء الله عليه. دابا راه تبارك الله كبر وبدا كيعرف صالح من صالح مالكم. كتهنيها من الترونسبور. وكان ملي كندير طحينه كنزيد معاها شويه نتاع الماء. اشرف شويه هبط حفيظه اشرف دير هذوك في الثلاجه. ستف داك ستف اولدي الله يعطيك الرضا. ها انتوما شوفوا اشرف ما كيعاونش، ربي اللي ما شديهم باش يستف. ها انتوما صافي هكايا شيف هكايا كنغطسو بحال هاد الشكل هكا
وندير هكا كتجي بنين غير جربوه والله الا زوين ساهل وزوين هذا شكرا غادي نقسم العافيه باش ما نقولك شكرا ونبوسك صح انت دابا نقسم العافيه اوف يا نقص باش ما يتحرقليش دغيا ديتيهم هكا ياك بقا تلفتي لهم الدق كامل الاشراف كان كيغني وخالد دايرين لنا لومبيونس خليكم معانا شوف هكا يا هانتوما شوفوا راه ساهل راه شويه دابا نتاع راهي نولي صعيب هانتوما هي هكا يا صافي حدي كندير لهم هكا كنولي دغيا كندير لهم وحدو معاهم دغيا كيطيبو شتو شوف هاد الكيكه هادي عتي والله ريما الا ولات خطيره تعيط نتاع هاد بنيتها الله يحفظها المهم نتاعها يا ربي عتي تديرها داك التيك توك ديالها كلشي كتعجبو تبارك الله مقبوله شي هذا هو اللي كيقول لك القبول من عند الله سبحانه وتعالى قبوله زوينه مقيبه الا تبارك الله هضرتها اللي قالتها كتعجب الناس ما شاء الله عليها الطويشن ديالنا ها هو طاب غادي نحطها على البنينه والبنجال ديالنا عرفتي كيف كيجي مكرمل مكرمل كيجي غير واحد القرميشه فيه بحال اللي كتاكلي شي حاجه المهم مقرمشه زوين كيجي وبنه حتى هو بنين الثالث والشيطرون ها هو عاد كنقليه كنبقى عليه كنقلبو من هنا لهنايا انا ما قليتوش كامل راه مازال عندي هنايا في الجبانه معليش الغدا هذا بركه علينا راه كافينا البنجان راني درت عرمانيت بارك الله فيز ديالنا راه حتى هو راه خمر صافي غادي نطرحو دابا يطيب هذا نعيط لهم شخصيا حيت هما عيط نصرصر وعيط نعيط يا ريم يا ريم والو سمعتيني شوفوا معايا الطابلو هذا هو الطابلو اللي قلت لكم صابط بيدي مازال طابلو اخر هذا صابطو هنا في طلعت الدروج شوفوا شحال راه كبير ما باينش هكا يا كبير اش عم تبنى تعال شوفوا راه شد تقريبا هو يمكن فيه شي جوج متر ونص ولا شي مهم كبير جاي واعر يلا يلا هبطوا تعشى المهم بغيت نقول لكم شفت الحوايج هنايا وداكشي معليش بغيت نقول لكم نتمنى انكم تكونوا تمتعتوا معايا بهذا الفيديو واخا جيت بوحدي وانا عيانه وسخفانه ولكن توقدت معكم في الاخر شكرا للتتبع ديالكم الفيديو وشكرا للكلام الزوين ديالكم الله يحفظكم ليا ويخليكم ليا يا ربي ويخلي لكم صحتكم ووليداتكم ومن طبيعه الحال اللي مهتم بالموضوع اللي قلنا على اشرف مرحبا بكم والف مرحبا شكرا لكم بزاف الله يخلي لكم وليداتكم والناس العزازين عليكم يلا كوبيده ديالي